يا شباب، وين الشباب؟ النهاردة السبرتاية ديت جات لي هدية، هي والكنكة دي جات لي من ناس غاليين قوي قوي عليا، فأنا قلت أعمل أول كوباية قهوة عليها. قهوة يا مين يقول لي قهوة؟ أسقيه بإيدي قهوة، إحساس جميل جدا إن حد جايب لك غالي كده عليك ويجيب لك هدية وإنت عاوز تشرب فيها أول مرة. النهاردة قضيت يوم جميل جدا، قضيته النهاردة مع الشباب، مع دلوعة الأفواج اللي هو الفوق 18/3 لغاية 25/3. قضيت معاهم يوم جميل، وكان نفسي أعداد كتيرة تبقى موجودة، بس أنا مقدر ظروف كل واحد، كل واحد ظروفه ما ساعدتوش، كنت مقدر ظروفه بجد، يعني اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، وقدرنا إن إحنا نتجمع مع بعض. كان نفسي الأفواج كل فوق يبقى متجمع معانا، بس هي كل واحد على اسم ظروفه. نفسي كان الإسكندرية، الشرقية، بورسعيد، إسماعيلية، السويس، 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 الجيزة، القاهرة، بني سويف، المنيا، ناجي حمادي، ناجي حمادي اللي فاتهم القطر والقطر ما رضيش يقف، ويقول لك دي محطة رئيسية، ما وقفش القطر في ناجي حمادي، وهم جم على الرحلة هناك، وقنا والأقصر، الأقصر الأقصر، أصدقائي وعشرة عمري الأقصر، وأسوان، أسوان حبايب قلبي اللي هم بلدي اللي بحبها، أسوان ومولود في اسكندرية وعايش في القاهرة، القليوبية، المنصورة، الشرقية، كفر الشيخ، دمنهور، كل المحافظات اللي كانت معانا. بشكركم بشكركم بجد والله، ونفسي كنت تبقوا معايا في اليوم السعيد دوت وفي أول كوباية قهوة على السبرتاية. بجد كان يوم حلو وأنا بحبكم، وشكرا شكرا شكرا.